السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صور لكم مشروع اللوجو في منطقة سينيورت. هذه غرفتين وصالة مساحتها 85 متر مربع. زي ما انتم شايفين أول ما ندخل عندنا مطبخ أمريكي على الصالة. هذه الصالة زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة كويسة، لها إطلالة جميلة، جمع سكن متكامل فيها أربع مسابح مختلفة. وهذه الشقة في الدور 16 لها إطلالة جميلة على البحيرة، بحيرة بيك تشيك مجا. زي ما انتم شايفين هنا هذا المدخل، عندنا هنا هذه الصالة زي ما شفنا. هذه الغرفة الأولى طبعا مساحة كبيرة ما شاء الله. وعندنا هنا حمام الله يكرمكم مع المروش، من ثم غرفة النوم الرئيسية طبعا. مساحة جيدة لها أيضا إطلالة جميلة على المدينة عامة. غرفتين وصالة في مجمع اللوجو، مساحتها 85 متر مربع. للمزيد من التفاصيل تواصل معنا، الأسعار والتفاصيل أسفل هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.